ايه البوستس اللي انتوا بتكتبوها؟ بتقولوا ايه في البوستس اللي انتوا بتكتبوها على الصفحة؟ احنا بنكتب كل حاجة غليت، بنذكر كل السلع اللي اسعارها بقت عالية دلوقتي. محتاجين تضامن الناس، منهم اصحابنا، اقرب الناس لينا، كل الناس. ابتدينا نعمل دعاية شوية بسيطة بين اصحابنا وبين الناس المقربة عشان الحملة تكبر وتوسع. طبعا من خيركم باذن الله الحمله هتبان اكتر. فكل الحاجات دي احنا محتاجين ان احنا فعلا تشجيع ان احنا الحمله تكبر وان احنا نقدر نوصل للي احنا الهدف اللي احنا اصلا عاملين الحمله عشان. لكن فكره ان انتوا توصلوا للمسؤولين بيبقى في كلام ان يبقى في توفير السلع اللي اسعارها زادت باسعار مناسبه، لان هو ده الحل. يعني ممكن انا ما اقدرش افرض على التاجر ان هو يبيع بسعر معين، لكن انا اللي اقدر ان انا اعمله كدوله ان انا اوفر للمنتج ده، فهو بالعافيه هيضطر ان هو يخفض الاسعار لان حاجته هتبوظ عنده فعلا. طيب ارقام جهاز حمايه المستهلك، هل بتفكروا ان انتوا تعرضوها مثلا على الصفحه عندكم بحيث ان الناس تبلغ؟ ما ده حقك انت كمواطن، ما انت برده لازم، يعني المواطن برده لازم يعمل خطوه ايجابيه. احنا مش هنفترض ان احنا قاعدين في كوكب ملائكه، ما احنا بشر وفي فساد كده كده هيكون موجود. فانا برده كمواطن ابقى اتفاعل شويه، اكون ايجابي. هل يعني بتنصحوا الناس او بتوجهوها ناحيه مثلا الاتصال بجهاز حمايه المستهلك بحيث انه يبلغوا التاجر ده اكيد جشع او التاجر ده بيغلي؟ اكيد. انا وسمر اصلا كنا بنتكلم ان احنا كمان عايزين نحاول نوصل لحد في وزاره التموين، حد في حمايه المستهلك، الرقابه، الحاجات دي كلها احنا عايزين نوصل لحد هناك بحيث ان احنا يبقى في حد بيساعدنا وفي بالظبط يكون في تنسيق، الحمله تكون منسقه. فطبيعي ان شاء الله باذن الله هنعرض الارقام وان شاء الله. انتوا بقيتوا في كذا محافظه ولا عشان انتوا لسه بادئين من 4 ايام يا دوب؟ لسه. طيب هسأل